مع بداية التلفزيون كنا نشوف على الشاشة برنامج ليالي الزجر، كان أكترية الناس ينطروا هالبرنامج ليشوفوا الشاعر جان رعد ويسمعوا رداته الطريفة ويقولوا بين بعضهم هالشاعر حببنا بالزجر. استمر هالشاعر الكبير جان رعد يقدم على المنابر ودايما كلماته وشعره تدخل على القلوب بدون استئذان. منرحب ترحيب كبير بالشاعر الكبير جان رعد. اهلا فيك وشكرا على ضيافتك الحلوه بهالتلفزيون. يا اهلا وسهلا. لما نقول شاعر زجلي وشاعر فصحى او شاعر العادي شو الفرق؟ لا ما في فرق شيء في شاعر الفصحى اللي بدك تكتبي، في عندك شاعر الزجلي اللي بنحكي فصحى الفتحه والدم وكذا. الزجل ما بده هالشيء، هذا بده الكلمه كيف بتنحكى بالمجتمع تكتبيها بالزجل او بترتجليها بالزجل. اذا بنحكي عن ولاده الزجل، ولو نقول زجل بدنا نقول جان رعد، ما فينا ما نقول هيك، صرتوا توأم. كيف ابتدى الزجل وهل هو بس مرتبط بعادات وتقاليد وتراث شعب؟ بعتقد انا انه هو مرتبط بعادات وتقاليد وبشوية وحي بسموه هذا، لانه وقت الشاعر الزجلي عم يرتجل بده يكون في عنده وحي، واذا ما عنده وحي ما بيرتجل. مش عم يقول لك نبي، لا، وحي انه عنده فكره، عنده غريزه قابله للسمع ينطقها شعريا. يعني الشعر الفصحى بفتكر كانوا ايام الجاهليه يرتجلوه، انما هلا لا، بيجي شاعر فصحى بحفله بيشتك الورقه وبيقرا، شاعر الزجلي لا، بحفله بيقعد بحط ايده بيشرب كاس عرق بيرتجل. بدي اسال هون، شو قصه الكاس العرق والطاوله اللي فيها الخضره والمويز؟ وبيكون في سهرة زجل لازم تكون هاي الطاولة موجودة حتى مع الجيل الجديد حاليا كمان. وبعتقد انا اذا بيكملوا بعضهم لنفسية الشعر بيكون هيك عم مزاجه اكثر. لانه مجية الكاس كمان، الكاس في له حواس، مثلا وقت بياخذ الكاس وبدقه بكاس الثاني، شو معنى دقة الكاس؟ معنى دقة الكاس يعني الكاس عم بيتجاوب معك وعم بشوف الحواس، انت بتشرب الكاس بتدقه بتسجل رفيقك، يعني شيء عادات. وبفتكر انا داخلي من صميم شعور الشعر الزجل. بس هالكاس اللي عم بقرب الاشخاص من بعضهم، كنا نحضر انت وانا صغيره، صغيره كثير هذه كنت انجا اعرف انه كنت انطرهم لما يصير في مشكل اذا بدك، يعني بين بعضهم الشعراء. هي هو مشكل حلو طريف، يعني كيف في ارتجال هون اللي بيكونوا محضرين بين بعضهم. هيدا عكاز للزجل، مش قضية تشوفي لك انا ماني الزلمه اللي عم بحكيكي الا الواقع. ارتجال كيف؟ يعني اذا الشاعر الزجلي ما بيرتجل ما في يطلع على المسرح. لكن اذا كان مثلا عم يغني موضوع تاريخي ادبي علمي هذا، نحط نقط قصه كذا، انا بجاوبه بجاوبني حكي، بناخذ فكره براسنا نيجي على المسرح. لانه غريزه الزجل انه نحن وقت بنيجي بدون الرده براسنا عندنا آلة تسجيل، شو بنفكر بتسجل آلة التسجيل. بنسميها كمبيوتر بعصرنا، هذا هو الكمبيوتر. يوم الكمبيوتر جاي هيك من وراء الذاكره هالشو. مثلا هلا اول ما شفتك هيك لفت لي نظري، بدي لفت ايجابي ولا لا لا يا ريت عندي مثلك الثياب جداد مقدمين فكنت البسهم بايام العياد، بحياة الله مين ميت بالسماء حتى ملاك على الارض لابس حداد. يعني بحطوا بأي خانة، المدح ولا الذم؟ لا انه اسود وابيض نعوة يعني. لا 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 دارج دارج قضية ملاك اللي بالسماء على كل حال هو ما بيموت. يعني اذا بدك يعني الناس كمان بيحطوا الابيض حداد بالمغرب صح، بدها تلبس الابيض. على كل حال قولي هيدي عادات بسيطة، انما الزجل زجل موهبي
له تراث عظيم بلبنان، يعني لحد الشيء في 500 سنة أغلب المؤرخين أرخوا له الدجل بلبنان، بس يمكن يكون قبل. أنا عم بشوف إنه المزامير تبع دو الدجل، أنا موراني بعرف ريم بفرمياته عم بدهم لقيهم الدجل. وجود الإنسان، وجود انفعالاته بالحياة وطريقة عيشه بدها تتبلور بغنية بكلمة، هيدا هو الزجل. هذا هو اللي أنا عامله. بس أنا عم شوف قدامي استيجان إنه في مجموعة كتب طلعنا من العفوية والارتجال، صار في احتراف أكثر، في كتب بوقعها ويشهد عليها التاريخ بالمستقبل. قولي كل لك ذوق، أنا جبتهم معي خصوصي لهات لي. هذا لبنان بالعالم، هذا انكتب عن المغتربين بالأرجنتين. عنا كثير وين ما كان. أنا. هذا الباقي بالحرب 87 مأساة الحرب. هذا ديوان جان رعد من بعد ما خلص الحرب. هذا هذاك 87 هي 97. كيف كنت معتقده انه الفنان جان رعد ما بيحب يكتب قصايده على كتب قويه؟ انا كاتب كثير، انما اجى التهجير وما التهجير راح لك كثير ورين. انا عندي في 20 كتاب كاتبه، مش انا بعدين طبعا. الانسان ما بيخلده الا كتاب. فانا كتبت هالكتب هودي، هودي الثلاثة اللي بقيوا، وحبيت انه اقرا منه بعض الشيء. يا ريت يا ريت تسمح. مثلا هذا، مثلا كنا بالارجنتين كانوا عم بيقولوا في اجتماع جمعية أدباء من سوريا ومن لبنان وفلسطين، وقت طلعوا الامريكان على القمر قالوا انا نعمل قصايد عن شهرة الامريكان وعن عظمتهم كيف طلعوا على القمر. بتشترك معنا استاذ جان؟ شو انا رايح احكي عن لبنان على الارجنتين، شو احكي عن الامريكان؟ قلت له بحكي، بس بحكي مثل بدي احكي مثل اوكي. نتيجة طلع اجى دوري انا، والجايزي اللي بياكل ما بيدفعش حق العشاء اللي بتطلع بتطلع منيحة. قلت لهم ارضي ترابي يا وطن امي وابي، يا تراب ادم يا خمير الموى، ترابي خلق عيسى وخلق فعل المليح وكفى النبوة بالنبي اليعظم، ترابي خلق لما خلق بالبحر ريح غصن السلام تنوح دل المركب، ترابي خلق زنوبيا تتستريح اسطورة المرأة تعلية نفسها، ترابي خلق معبد دساعات المديح ومن بعد عشتروه تلمى المسكن، ترابي خلق إنسان بيداوي الجريح اسمه ابن سينا الحكيم المغرب، ترابي خلق تالعدل يخلق عن صحيح يحمل اسم كلمة عمر عادل أبي، ودوا ترابي على السما بجسم المسيح أخذ لالله تراب مطرح ما ربي، والغرب وصل القمر يبكي ويصيح تجيب كيلو تراب يعمل النبي. هلا كثير. هذه يا ستي، هذه بالرجنت هون. خلينا نكفي على طول. ايه بحب سؤالات انه انا ممنونك. تعرف الغينا الورقه والغينا الاسئله. هلا هيدي جلسه شعر. جلسه شعر. نعم. هذا رحت كنت بامريكا، ولادي بامريكا، قال ما نعمل لك مشهور امريكي، دلوا علي رحنا عينوا لي واحد. حلو في يمين بتحب امريكا؟ طيب مش حلقني. قال بدك تأمن بباسبور الأمريكا؟ تترك باسبورك. قلت له طيب، عملت هيك وضحك. ابني قال له شو بدك؟ قلت له ماش بدي باسبور أمريكا. عملت له هالقصيدة. قالوا بدلوا ما عاد صالح للسفر. بلادك سجن صارت والسجن بلا غفر. لعبوا بعقلي قلت لازم ابدله، جسمي ارتعش صدري انكمش قلبي نفر، صفيت فارس حرب مهرو جندل وكاتب حد السيف ممنوع الظفر، او عدل واقع مع بشر ما بيعدلوا امن بكفره مثل ما غيره كفر، عيني ع انجيلي وايدي على الكتاب
وقاضي بيسألني وأنا برد الجواب. حسيت حالي صرت أم حمسوسي وعم ينقلوها من وفا أخصب تراب، واللي زرعها بأرضها راح ونسي وما عاد إلها عبيدر الغلي حساب. لك الغصن اللي ما بيفرخ ورق ما بيكتسي، ولا الكرم بيحصر إذا ماله صحاب. من بعد ما مضيت ومضيت حد الشهود، القاضي أخذ باسبور عمري وقال خود طريقتين. خود باسبور النسر دوق الغنى، ولا تموت جوع وحشتك أرز الخلود. حسيت حالي مش أنا، لا مش أنا، حتى وجودي بهيك غربة مش وجود. عمري فنى مع نسر يتحدى الفنى، ومع أرزتي فقري غنى وماله حدود. الله هذا كثير. هون يا ستي سامي هيدي غزلية. خليني احط العوينات اذا بتسمع. بما انه غزل حط العوينات وما تنقص ولا كلمة. صبي خمر تندق كاس بكاس، شرب الخمر بيطير العلة. نحنا مثل رهبان بالقداس، نشرب خمر تنعرف نصلي. نشرب تنسى كل حكي الناس. لم حب قال لي ولا عدو قال لي، صرنا آخر خمر صرنا آخر، والكرم يباس جاعت بلعنا ايدها السل. هاتي تشرب خمر بالنواس وبعدين كل عقدي ولها حلي، ولما يدوب الخمر بالاحساس نصير دولة عشق محتلي، ننفذ اوامر دولة الوسواس، وتطلب براءة وناخد الحلي. كل ما طلع بالجو ضرب قواس يمر الهوى ويست الغل. الله. خلي الخمر من مبسمك ينباس، من تم يعرف قيمة الغلة. لا تلبسي تاج المحبة نحاس، تاجك معه واللي رافع اسملي. ولا حب سنين العمر ينقاس، ولا تفزعي مهما الزمان يشيب، بضل الله يبعث الغلة. الله يخليك. في هودي يعني هذا أوليك، هذا آخر كتاب كتبته من حرقتي على لبنان. يعني لو الحزن حولناه لكتابة بيرجع فرحة من خلال الكتاب. نرجع نقرأ الحزن أو الحياة المأساوية اللي عشناها، نرجع نشوفها يمكن حلوة لأنه كذبت بأدب وبشعر وبإتقان. هو فعلا فعلا هيك. حتى الحزن إذا كان في شعور بالكلمة تحرك شعور الحزن، ما في حزن. إذا كان في كلمة تحرك شعور الفرح، ما في فرح. نحن جينا، أنا طلعت على المنبر سنة 44. أول منبر طلعت أنا كان 44، كان عندي 22 سنة. مش من زمان يا أخي. سنة 44 مش لا عمر جدك صغيرة. طلعنا على المنبر، طلعت أنا، كان في شارع الله يرحمه اسمه خليل روكوز، صالور الدمور، زين شعيب. في قصة هون مع زين شعيب، الناس كانوا ينطروا بس تبلشوا بالردات مع بعضكم يصير في مشكل إذا بدك، فكتير تأثر بالناس وصيروا هل يكون في خلفيات من بعدها الناس يسألوك عن الموضوع أو تعلقوا عن جد؟ نعم نتعشى سوا، نرجع بس يخلص الحفلة شو الحطات الطريفة بهالموضوع بتتذكرها؟ هذه كان زين شعيب الله يوجه له الصحة، هلا مريض شوي، هلا في عنده كمان بدنا نعمل له تكريم وجايين يروح احكي قصيده. انا معروف بشاعر النكته، كان يقول لهم سعيد عقل كل ضيعه بدت يخلق فيها شاعر يخلق من الحزن، الا لبعه خلق شاعرها من الفرح. لهالسبب انا كنت احب النكته. رح هناك يصوب اوتيل عنا حفلة، كان نجيب حنكاش وورضة كلهم
بزحلة بأوتيل قادري، وأنا معود يعني بنص الحفلة الساعة 12 الساعة 1 بدي يسمعوا مني شيء مضحك. ولمين هو بقولوا؟ بقولوا لزين شايب، لأنه ما بيلبقوا إلا زين شايب. ليه؟ لأنه هو بيحمل ال بقى زين شايب. كنا أنا كنت مغرم بالسيارات، قاعد بمطعم بصورة بدي آخذ نسبة قريشي وعسل، ووقف لك سيارة برا بيضة كشف فرش أحمر، نطيجت برا لقيت وحدة عمرها 8 سنة عم بسوقها، قلت لي من لك ركبها. أنا ضحكت ساعتها، طلعت قصيد وكأني أنا كاتبه من 10 سنين، وطلع القصيد معي. فيق له؟ إيه فيق. بقول له يا زين رح دلك على كركوبي إلها بمأوى سنين مزروبة. يعني إذا بتشوفها يا فلان بتقول هيدا كل المطلوب، نص لوقة، نص ربع لسان، نص فرشة، نص مجدود. هودي شفتهم لحظة؟ عمرها بفيق على الطوفان بنوح التقت على كعب خروبي. بتما شهر لو بيفلح الدين بيجوز يحضرك بشغلوك. وقامي طويلة مثل عود الزين على كل لمعة كتب حردوك. وذنود قد ما فيك قلت خان على البلبر وعلى الخايف مسحوب. وخدها بحب السبا مليان، شو المال يمكن بتغلوبه. مع كل هيدا بتحشق الكدعان الا انك حاضر حروبي. سيف علقني شان وقلت صلاح الدين ايوبي، ويا فرحتي تشوفكن عرسان. اعمل بعرسك كم حوروبي، ما لحقت الفرحه علي تبان. طلبية قال يا ابن شعيب مالك نصيب البنت مخطوبة. تمام. ان شاء الله يكون سامعني ابن شعيب. فقال الزجل حلو كثير وارتجاليته حلوه وطلع في شعراء الحمد لله وبعده لهلا الزجل. شو رايك بالزجل الحالي؟ هل في تطور عم يزيد عليه او عم بيرجع لورا؟ خليني معك. لا مش عم يرجع لورا. الزجل من الجيل الجديد بعده بيسأل عنه؟ جيل جديد مثل كل دول العالم. ليش؟ تعال انا كنت مثلا بالماضي مثلا بفرنسا، تعال الرقص لنبلش بالرقص بس الدوبلي تانجو الفالس اليوم شو بيرقصوا اليوم؟ سعدين عم تنطط على الشجر غيرك يعني. ها بشوفهم انا شفتهم بقفية سعدين مثل ما بيرقصوا هودي اليوم من زيتهم. والكلمه طاي وين ال وين 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 فيكتور هيكو؟ وين هل هالشعر الاذم اللي هني ينظموا الكلمه اليوم؟ شو عم ينظموا؟ شو هي الغنيه اليوم؟ ما بتعرفي حضرتك معلم شو غنيه؟ اذا انت جيت قولي لي عم يغنوا بالفرنسي بقول لك سمعيني اياها، ما في شيء. بقى الشعب كله انخلط ببعضه، صار العربي والفرنسي والانجليزي وكله انفتح العالم على بعضه، انفتح على بعضه العالم. وكون انقلب مش لا مش عم بحكي انا انه او ما عم بهت لا سمح الله حدا، لا انه هاي العصر هاي الكلمه صار بدها ناس منيح 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 تتصوعب وتفهم. هلا انا بكتبها وكتبي يمكن ولادي ما عم بيقروا فيها. معقوله؟ انا بقول حلو حلو باي وقت وباي زمان. بس في عندي ناس بتقرا بس هلا بعتقد انا ان شاء الله بالتلفزيون الجديد اللي هو قبل الرعد وقبل البرق اللي خلقوا بليلة شباط، واول تلفزيون بالشرق خلقان ثلاثة سيارة. الله. هون بعتقد انا ان شاء الله يرجع الزجل للتلفزيون اكثر شيء، لانه بتعرفي بدك اعلام. صح. وين هو الاعلام اليوم؟ هلا ابني شو عم بيقول لي بامريكا؟ عم بيقول لي بابا تلفن لي، قال لي بابا اذا بتجي فيديو كل شيء انت قايله رالي اياه بصوتك بدي اسمعه بصوتك. ببلاد برا عرفت انه المغتربين بحبوا الزجل اكثر من لبنان. مظبوط. بيحبوا لبنان اكثر من هون. والاي الواحد بس يبعد عن المكان اللي هو فيه بصير يحبه فعلا بيحبوا لبنان اكثر من. انا عندي اثنين مهندسين بامان فاتحين شركات حسابهم الحمد لله مش هيك.
بس الباسبور ما معك امريكاني حتى. ما جبته بقى امريكا. هني امريكان ومرتي امريكيه وكله. انا لا خليتنا اهل لبنان. شو بدي بشتغل يعني؟ شو بدي بتعب راسي يعني؟ راح انتخب كلينتون وانتخب بوش. خلينا حول عنا هلا بركي الله يلهمه يرجع لبنان مثل ما هو. ليش مثل ما بيسوى ينرجع لبنان. لبنان حلو كثير. شوفي منزل انا برم العالم 16 مره راندور. كنا نروح من قبل وزاره الخارجيه بلبنان. وين في لبناني برا؟ بالهواي في لبنان. خمنا الزجل بالهواي. شوفي لوين قديش في لبنانيه برا. هذا مثل هالبلد ما في. قديش في حلو في جميل هذا. بس الله اللي بيعطيكي الشمس 300 نهار. وين في منها باي بلد بالعالم؟ الله بيعطيكي الشمس 300 نهار. وعم تقوى الشمس. متى بدها تعمل هلا؟ حضر بحالها قد ما تقوى. بدل في عندنا شموس مثلك حلوين. الله يخليك. بسم الله. طيب اعطيت الزجل كثير والله اعطاك العمر ويعطيك اكثر واكثر تتعطينا بعد زجل. يا ترى الزجل شو اعطاك بدور؟ هل هو مهني كان؟ اعطاك من كل النواحي؟ مش مهني بس طبعا عيشت هالزجل. وعلمت اولادي بامريكا وهم ورا الزجل. لانه نحن ما ورثنا شيء. ورثنا ارض، اوكي ارض كثير منيح فهمني، بس شو كان قيمه الارض؟ شو كانت تعطي الارض؟ بشي. كان لبنان بالماضي بحاله فقر ماديا بس غني كثير فكريا. ان شاء الله يضل غني فكريا ومش هي بنتها الماديه. يعني اهم شيء ما يلهوا هالناس بامور ماليه واقتصاديه تيرجع الفكر يرجع يركز. ما انا مشيوم. كنا فيك ما تلوم الناس كثير. لا ما انا كنت بحفله جينا نعطونا عنينة مي. راحوا مع الشجرة. وبعدين نبتدي. طيب يا عمي شو بنقول؟ اوف انطفى التلفزيون، انطفى الميكرو، فيش كهرباء. انتاج ضعيف. قلت لهم غلوا علي، اوكي في نواب حاضرين. قلت لهم غلوا علينا المي اغلى من الدواء. ساعة ما غلوا النور عتمنا سوا. غير الهواء ما ضل ببلادي رخيص. لو بيعرفوا من ياكل هوا غلوا الهوا. ما عرفوا. لا يا سيدي يا سيدي هودي من مطفات. بتعرف الزجل عم يكون فشت خلق يعني شغلات ممكن تكون بتعصب او بتزعل. انا فش خلق الواحد بالكلمه بس تكون حلوه يعني. انا كل يوم بكتب يا مزين. عم تعصب كثير يعني. كل يوم بكتب كل يوم بعصب. ليش قد ما مقهور على ابني؟ يعني نيالك عم نعصب بس ما عم نقدر نفش خلقنا. لا انا فش خلق الحمد لله. ايه ما هالشيء. ومرتي بتعصب معي كمان هون مصيبه لو مرتي بتساعدني على شيء. طيب ترجم لها. بس مرتي بتعصب معي. هلا انتوا قصوا نهار انت عصب وهي تسمع لك ونهار الثاني هي تعصب وتسمع لك يعني. مش طالع بايدنا هي كمان. ما عم تزعل. صارت اثنيننا سوا. نزعل سوا وبنزعل سوا انا وياك. المهم تضلوا بصحتكم هذا اهم شيء. كل قدر. وعندي بيت ببيروت وعندي بيت بالجبل. وهلا صار لي ست اشهر فوق عبيته على الورد ومبسوط. نام قد ما بدي وبمدي وبكتب كل شيء وبيلبع فوق. بيقولوا بحق للشاعر اللي ما بحق لغيره هيدا بالكتابه، بس بحق له قولك انه ضل قلبه شباب ويحب قد ما بده غير عن بقيه العالم. شوف القضيه هي المحبه بتيجي بال بس يولد. يا معه محبه يا ما معه مش محبه. هو بس يولد. في ناس تخلق معهم المحبة منهم بحاجة لا لإلي ولا لإليك. وفي ناس لو بتصبي له إياها بالقالب المحبة بتطلع مسبب. ما في كتاب. هذه عقول الناس يعني. ولكن الدنيا بده يكون فيها أشياء كثيرة. بس كل شيء أنا عم بطلبه إنه لبنان مثل ما عم بيقولوا لبنان رسالة. أنا هي لرسالة من قبل ما غيري قالها. خلال الشعر هلا. كنت كاتبها أنا هون كمان. وقول لبنان عنه حكية الأبراج صارت سنينه للزمن مرجع. من جوعة الأيام صار الصاج ياكل حروف الخبز ما يشبع. لكن
راس اللي مش معود على لبس التاج لا تلبسه التاج تبقوا اقرع. والخيل ما بتمشي بلا كرباج والبغل لما بتلجمه بسوع. نحنا مثل بستان ماله ثياب الناطور غافي مش عم بيسمع. حطوا بتم القرد سن العاج لا العاج بيحلي جمال القرد ولا العين كل ما كبرت بتقشع. هودي هودي هالكذيبة هيدي يعني من حلقتها مش هيكي إلا لتلك الغزل. في غزل كتير وفي شيء بس خلينا على هودي بعتقد على التلفزيون للمستمع هو أحسن من هيكي هو أحسن. من هي الكلمة الحلوة نرجع نقول حلوة عن أي موضوع عم تحكي. الحلا هو رسالة وحضرتك جان رعد قدمت الحلا من خلال تلفزيون لبنان. الله يطول عمرك. أهلا وسهلا فيك يعطيك طولة العمر. ميرسي كثير وممنون أنا. وشو اشتقت لأستاذ غمدور أطوان غمدور بعد ما شفته هلا؟ هلا بس خلص ما يبقى اللي بتبوسه. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. ميرسي كثير وأنا ممنون لك.